هو صانع السعادة. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. مساء السعادة والأفراح والبطولات، كلنا سعداء بما أنجزه الحقيقة نادينا العظيم النادي الأهلي. حضراتكم عارفين إحنا هنا المحترف كل يوم اتنين بنتكلم على الكرة العالمية، لكن الحدث بيفرض نفسه الحقيقة، ونادينا العظيم النادي الأهلي بيتوج بالنجمة رقم 12. ألف مبروك لكل من ينتمي للكيان الكبير والمؤسسة الكبيرة النادي الأهلي، مبروك على النجمة الـ 12. والحقيقة مجهودات كثيرة جدا، مش هتكلم على يوم المباراة، لكن هسرد مع حضراتكم سريعا كده بعد مباراة الترجي الأولى والتعادل السلبي 0-0، وكان الحقيقة كل الناس متفائلة بشكل كبير بالنتيجة، ولكن كانت الأمور كانت كمان ما كانتش مستقرة بشكل كبير، الناس كانت قلقانة من النتيجة. والحقيقة الأسبوع اللي بعد المباراة الأولى يعني منظومة النادي الأهلي كلها الحقيقة اشتغلت بشكل احترافي كبير، بداية من الجهاز الفني واللاعبين اللي قفلوا على نفسهم بشكل أكتر من رائع، تركيز وإصرار كبير جدا جدا، واستعداد لمباراة كبيرة، مباراة الترجي في استاد القاهرة. المجلس الإدارة الحقيقة برئاسة كابتن محمود الخطيب قام بمجهودات عظيمة الحقيقة لتوفير كل سبل الراحة، والتنظيم الرائع اللي حضراتكم شفتوه في المباراة كان وراه كواليس كثيرة جدا 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 ومجهودات كبيرة جدا جدا. وزي ما بقول لحضراتكم كلنا كنا منتظرين، كان الأسبوع بيعدي ببطء شوية، لكن يوم المباراة الحقيقة الملحمة الكبيرة اللي قدمها جماهير النادي الأهلي، ويمكن الكلمة اللي سمعتوها حضراتكم قبل ما أخش معاكم، إن النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب بيقول حق جماهير الأهلي، جماهير الأهلي الحقيقة يعني جماهير في كل مناسبة الحقيقة، وفي كل ومش هقول كل أزمة، ولكن في كل مناسبة بيقدموا ملحمة كبيرة جدا. امبارح كان إحدى هذه الملحمات العظيمة اللي قدمها جماهير النادي الأهلي، بيقدم صورة رائعة للجماهير الحقيقية. جماهير النادي الأهلي الحقيقة قدمت ملحمة رائعة، وكان سبب أساسي الحقيقة، سبب أساسي في فوز النادي الأهلي، لأن اللي شاف المباراة أول ربع ساعة حتى فريق الترجي بخبراته الكبيرة الأفريقية متواجد في استاد الرعب، الجماهير الحقيقة هم كانوا خايفين جدا ومتوترين جدا، بتكلم على لعيبة نادي الترجي أصحاب الخبرات الكبيرة في البطولات الأفريقية، لكن الصورة اللي قدام حضراتكم انعكست إيجابيا على لعيبة النادي الأهلي أكيد، وانعكست كمان سلبيا على لعيبة الترجي. الصوت اللي حضراتكم سامعينه ده يعني أنا حضرت وكنت موجود في الملعب بهذه الأعداد، الحقيقة ما بتسمعش زميلك اللي جنبك، صوت الجماهير بيكون رهيب، يعني حضراتكم بتسمعوه شوية في التلفزيون، لكن المتواجد في الاستاد والمتواجد على أرض الملعب لما بيسمع الأصوات دي ما بنسمعش بعض في الملعب، اللعيبة ما بتسمعش بعض من صوت الجماهير. والحقيقة الجماهير تستحق، جماهير النادي الأهلي تستحق، يعني الحقيقة هي دايما الدرع والسيف زي ما بنتكلم، والحمد لله الحمد لله الجماهير يعني روحت مبسوطة وسعيدة، وكانت ليلة الحقيقة من الليالي إن النادي الأهلي اللي الحقيقة عودنا عليها، النادي الأهلي بقى مصدر السعادة، مصدر الفخر، وبيقدم وبيكسر كل الأرقام القياسية الحقيقة، والنادي الأهلي بدأ يتحدى نفسه، ودي المرحلة اللي جاية الحقيقة، مرحلة مش هقول مرحلة سهلة، كل ما بتاخد بطولة وكل ما بتضيف إنجاز لإنجازاتك الحقيقة كمان الأمور بتبقى صعبة عليك، لأن سقف الطموحات بيعلى جدا، سقف طموحات النادي الأهلي دايما بيبص للي بعده، الناس بتتكلم على 13 دلوقتي، النادي الأهلي كمان بيفوزوا بهذه النسخة الرائعة من بطولة أفريقيا، كمان هيكون أول نادي عربي وأول نادي مصري بيشارك في بطولة عالمية انتركونتيننتال أبطال القارات على مستوى الأندية في العالم، إنجازات كثيرة جدا جدا الحقيقة. وبقول للجماهير العظيمة ديت ألف مبروك، بقول لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ألف مبروك، بقول للاعبين والإدارة الفنية والإدارة الإدارية كابتن خالد بيبول، كابتن سمير عدلي، بقول الدكتور سعد شلبي ألف شكر على هذا التنظيم الرائع، كل مجلس الإدارة مش عايز أقول بالاسم، كل مجلس الإدارة الحقيقة اللي بيسعى دائما لتهيئة الأجواء للاعبين والجهاز الفني بنقول لهم ألف شكر. واللي جاي دايما احنا بنبص للي جاي، دي صورة من يعني من يومين، والصورة ديت هتفضل في الذاكرة أكيد لجماهيرنا، لكن النادي الأهلي كمان بيبص لقدام، بيبص لما هو قادم الحقيقة.
عندنا بطولات كثيرة جدا، وزي ما بقول لحضراتكم